تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا الى نشرات الرياضه بين الشوطين، والبدايه بالبطوله الاحترافيه في دورتها 18، حيث تجرى اليوم مباراتان على الساعه 6 مساء. المغرب التطواني سيواجه حسنيه اكادير بملعب سنيه الرمل بتطوان، وفي 8 ليلا الفتح الرياضي يستقبل اولمبيك اسفي بملعب الامير مولاي الحسن بالرباط. غدا الاربعاء في 4 بعد الزوال، نهضه بركان يستضيف اتحاد تورقا بالملعب البلدي لبركان، ونهضه الزممره سيواجه الجيش الملكي بملعب احمد شكري بالزممره. 6 مساء الرجاء الرياضي يستضيف المغرب الفاسي بالملعب البلدي لبرشيد، وفي 8 ليلا شباب السوالم سيواجه الوداد الرياضي بملعب البشير بالمحمدية. يوم الخميس ستجرى مباراتان، 6 مساء المولودية الوجدية يواجه اتحاد طنجة بالملعب الشرفي بوجدة، وفي 8 ليلا شباب المحمدية يواجه شوفية برشيد بملعب البشير بالمحمدية. وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قد أعلنت عن برنامج الدورتين 18 و19، حيث ستدور مباريات الدورة 19 مباشرة بعد انتهاء مباريات الدورة 18 حسب البرنامج التالي: يوم الجمعة المقبل في 8 ليلا حسنية أكادير الفتح الرباطي، يوم السبت أولمبيك أسفي شباب السوالم، الوداد الرياضي نهضة بركان، المغرب الفاسي نهضة الزممرة، واتحاد تورقا الرجاء الرياضي، ويوم الأحد يوسفية برشيد اتحاد طنجة، الجيش الملكي المولودية الوجدية، المغرب التطواني باب المحمدية. تنطلق اليوم مباريات ذهاب دور ثمن النهائي عصبة الأبطال الأوروبية لهذا الموسم، وفي البرنامج كوبنهاغن الدنماركي في مواجهة مانشستر سيتي، ولايبزيغ الألماني في مواجهة ريال مدريد الإسباني، المباراتان معا في 9 ليلا. غدا الأربعاء مباراتان دائما لحساب ذهاب دور الثمن: لاتسيو الإيطالي في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، فيما ستدور الأربع مباريات المتبقية الأسبوع المقبل: الثلاثاء 20 من فبراير انتر ميلان إيطاليا أتلتيكو مدريد، بيزفي دوفن وبروسيا دورتموند، ويوم الأربعاء بورتو البرتغالي أرسنال الإنجليزي، نابولي الإيطالي، إف سي برشلونة الإسباني. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام نشرة الرياضة بين الشوطين، إليكم أطيب التحيات، إلى اللقاء.